من هو ناصر الخليفي؟ ناصر الخليفي هو رجل أعمال قطري ولاعب سابق في رياضة كرة المضرب أي التنس، ورئيس شبكة بي إن سبورت، ورئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي. ولد في 12 نوفمبر 1973. والده وجده كانا صيادا لؤلؤ، ربطته صداقة بأمير قطر الشيخ تميم بن حمد منذ أن كان في سن 11 عاما. هو خريج كلية الإدارة والاقتصاد بجامعة قطر، كما أنه ممثل قطر دوليا في رياضة كرة المضرب التنس التي مارسها لأكثر من 5 أعوام. وأيضا شغل منصب رئيس الاتحاد القطري للتنس منذ نوفمبر 2008، ويحتل المركز 7 ضمن قائمة أغنى مالكي الأندية في العالم، وبثروة قدرت ب10 مليارات دولار أمريكي، ويصنف ضمن قائمة أغنى 240 شخصا عالميا. بدأ حياته المهنية كمدير الحقوق في قناة الجزيرة الرياضية سنة 2013. ترفع وأصبح مديرا عاما لقنوات الجزيرة الرياضية، ثم أصبح رئيسا لشبكة بين سبورتس بعد انفصالها عن شبكة الجزيرة. شغل منصب رئيس النادي الفرنسي باريس سان جيرمان منذ سنة 2011 بعد استحواذ جهاز قطر للاستثمارات على النادي حتى اليوم، واستطاع التعاقد مع نجوم كرة القدم وفي مقدمتهم البرازيلي نيمار والسويدي زلاتان إبراهيموفيتش واللاعب إيدينسون كافاني بمبلغ 60 مليون يورو من نادي نابولي الإيطالي، وكذلك النجم الإنجليزي ديفيد بيكام وغيرهم من نجوم كرة القدم. حقق العديد من الإنجازات، منها 13 بطولة في كرة القدم و8 بطولات في كرة اليد، بالإضافة إلى نهائي بطولة أبطال أوروبا في 2015، وهو ما جعل النادي رقم واحد لفترة كبيرة في فرنسا. استثمر ما يقرب من 75 مليون يورو في النهوض بالنادي، حتى أن مقاعد النادي 48 ألفا تم تغييرها بالكامل، وأصبحت المدرجات أكثر راحة وبها ويفي مفتوح، مما يجعل مشاهدة المباريات في النادي أكثر متعة لأي متفرج، لأن المشجعين هم روح المباريات. ويقوم حاليا بعمل تكييف للملعب ليصبح الجو ملائما لأداء كافة المباريات طوال العام، ومضاعفة دخل المباريات ليصل إلى 100 مليون يورو في الموسم الواحد. في 4 من سبتمبر 2018 أيدت المحكمة الاقتصادية تغريم مجموعة قنوات بين سبورتس ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي ب400 مليون جنيه، وإحالة النائب العام حيث أحال النائب العام مجموعة قنوات بين سبورتس ورئيس مجلس إدارتها ناصر الخليفي للمحاكمة الجنائية. وكشفت التحقيقات أن مجموعة بين سبورتس خالفت المادة 8 من قانون حماية المنافسة عندما قطعت الإرسال عن المشتركين الذين يتلقون قنوات الشركة عبر القمر الصناعي المصري نايلسات، بغرض إجبارهم على تحويل أجهزتهم إلى القمر الصناعي القطري سهيلسات، الأمر الذي يهدد القمر المصري بالخروج من السوق. وأكدت التحقيقات أن الشركة ربطت بين بيع البطولات الدورية، رغم أن كل بطولة تمثل منتجا منفصلا وغير مرتبط بغيره. في أكتوبر 2017 فتحت المحاكم السويسرية تحقيقا ضده للاشتباه في وجود فساد خاص في تخصيص حقوق التلفزيون لنهائيات كأس العالم 2026 و2030 لمنطقة شمال إفريقيا والشرق الأوسط. في مارس 2019 تم وضعه في مركز الشهود بمساعدة المحاكم الفرنسية. في 23 ماي 2019 وجهت إليه تهمة الرشوة في تحقيقات ترشح الدوحة لسنة 2017 و2019 لتنظيم بطولة العالم لألعاب القوى. محامية الخليفي أو محاميه يعتقد بأن ناصر بريء. اتهام القطري ناصر الخليفي بالفساد في قضية منح الدوحة استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2019 بحسب المستندات اطلعت عليها وكالة فرانس بريس.